حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. ناظرین، آج کا کوئز آپ کی خدمت میں پیش.